بعد 4 أعوام على تحرير الموصل، الساعدي يستقبل الطفلة ألماز. جمع كلمة حليب الأكثر بحثاً على جوجل وتثير الجدل في مصر. ميسي يتصدر الترند عالمياً بعد فوز التانجو بكوبا أمريكا 2021. والمزيد في هذه الحلقة من يو تريندينج. أهلا بكم، نبدأ جولتنا من العراق مع فيديو منتشر لجهاز مكافحة الإرهاب العراقي. هذا الفيديو نشر على صفحته الرسمية في فيسبوك لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وهو يستقبل الطفلة ألماز بعد مرور 4 سنوات على الفيديو الشهير للطفلة برفقة الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي أثناء عمليات تحرير مدينة الموصل من دنس الإرهاب. هذا الفيديو الجديد جاء بمناسبة الذكرى 4 لتحرير الموصل. عبد الوهاب، أنا ألماز الطفلة اللي حضنتك وصيح وين وينه، وأريد أشوفك مرة ثانية. صف السن الرابع. شلون في الدراسة؟ زين اليوم شوية مو زين؟ زين. هسه شو تريدين من عندي ألماز؟ الشهادة سلامتك. لا لا مو أخوتي يسمون عليك الكلم. كلم؟ إيه. كلم كلم؟ إيه. حط صفية صغيرة. ها؟ حط صفية صغيرة. صفية صغيرة؟ إيه. التعليقات كانت كثيرة على هذا الفيديو، خاصة التي تشيد بالفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، وليكم البعض منها. مروان عبد الكاظم قال: دمت لنا وللعراق القائد صاحب الإنسانية وصاحب الغيرة وصاحب أكبر نصر ميداني في حرب الشوارع، نسأل الله أن يحفظك أينما كنت. أما غسان الحسيني فقال: عبد الوهاب الساعدي سيظل يذكرك التاريخ جيل بعد جيل، ويحكي قصة البطل العراقي الذي اجتمع على حبه العراقيين الشرفاء من أرض الموصل الحدباء، لك كل الحب. أخيرا أبو عبد الله الحديثي كتب يقول: والله ما أعرف شلون أعبر عن هذا الموقف الإنساني، لكن ليس غريب هذه صفات القادة الأبطال في الميدان. الله يحفظك من كل مكروه سيادة الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي. من هذا الفيديو مشاهدينا إلى فيديو آخر انتشر لمغني شعبي يغني في إحدى المناطق الشعبية برفقة أصدقاء. في هذا الحر وانقطاع الكهرباء أدخل هذا الشاب قليل من البهجة على قلوب العراقيين. أيضا التعليقات كانت كثيرة. وردة السوسن علقت: لا كهرباء ولا مي والعيشة ماكو أصعب منها بالعراق، ونطلب سعادة لقلوب قد تعبت حقا. سلام كتب يقول: الدنيا حارة وشغل ماكو، أحسن شيء نقضيها أغاني وطرب، شوية ترفيه، نفسية محتاجة وناسة. رياض المحمود كتب: شر البلية ما يضحك، جو حار يصمت وشغل ماكو، الله يساعد هذا الشعب. مشاهدينا، من هذا الفيديو والغناء إلى الظاهرة اللي تتكرر يوميا واللي للأسف لم يعد لها ضوابط، نتحدث هنا على رمي الرصاص العشوائي في المناسبات.
هذه المرة وصل السلاح إلى أيدي الأطفال. شاهدوا معي هذا الفيديو الذي لا يحتاج إلى تعليق. يلا هاي عشرة من عيون الشباب القادسية القادسية وهلا وهاي ثاني عشرة من عيون المشاهدة كل الحضور يعني المشاهدة إذا يأتي رسول بعد محمد مشاهدة القادسية الثانية هاي المشاهدة وهلا وهاي ثلاثين ألف من عيون المشاهدة يعني المشاهدة عندي ولاد عندي ولاد يدعمهم يتابع يعني يعني عزام مشداري يعني بسام مشداري هاي الثلاثين اللي من المحروق العيون تحية وأجمل تحية هذه كانت أبرز المواضيع المتداولة في العراق، والآن إلى موضوع آخر من مصر، حيث أثير موضوع في الساعات الأخيرة كان له تفاعل كبير، وتصدرت كلمات جمع حليب وجمع أخطبوط، تصدرت مؤشرات البحث على جوجل بعدما انتشرت أخبار عن ورود سؤال عن جمع هذه الكلمات في امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة في مصر العام الحالي. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، وانتشرت آلاف التعليقات الساخرة عبر فيسبوك. حنان سعيد قالت: هي الكلمة دي حتخرج دكتور زويل ودكتور مجدي يعقوب، أما نهى بسيوني فكتبت كده الواحد لما يروح يشتري لبن أو حليب حيقول اللبان إيه. خيرا يوسف أحمد علق ساخرا: البلد اللي ما تعرفش جمع حليب إيه ما ينفعش تبقى في المجرة. طبعا بعد كل هذا الجدل الكبير حول ورود هذا السؤال في الامتحان، شن وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي هجوما حادا على الذين أثاروا شائعات سؤال جمع كلمات حليب، وادعوا أنه جاء بامتحان اللغة العربية في الثانوية العامة. وقال عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: دعونا نفكر دقائق، من يصنع إشاعة مثل جمع حليب بعد الامتحان؟ وكيف أن المئات انهمروا بالتطاول على الوزارة والدعوات السلبية بدون تحقق من المعلومة، ولماذا يصنع مثل هذه الإشاعات؟ وأضاف الوزير قائلا: السبب واضح، وهو تصدير رأي عام ضد التطوير للرجوع إلى الوراء وهدم كل شيء من أجل المكاسب من النظام القديم الباس. على تيك توك أيضا انتشرت كثير من مقاطع الفيديو الساخرة من سؤال جمع كلمة حليب، لكن أجاب على هذا السؤال أحمد الهواري وهو أستاذ مختص باللغة العربية. دعونا نشاهد ماذا قال. هو كلمة حليب اسم جنس، يعني إيه اسم جنس؟ يعني يطلق على الكثير والقليل، وكلمة حليب هو بتطلق على اللبن المحلوب من ضرع الأنعام، أو نقدر نقول صفة للبن، لبن حليب صفة للبن، فهي لا تجمع. لكن لو أنا عايز أتعامل معها على أساس أن أنا أجمعها لتعدد الأنواع زي ما بجمع كلمة لبن مثلا، في الحالة دي تقول حليب زي رغيف، جمع رغيف أرغفة يبقى جمع حليب أحلبة، وجمع رغيف رغفان يبقى جمع حليب حلبان. وبرضو ممكن تكون زي كلمة قضيب، جمع قضيب قضبان أو قضب، يبقى ممكن نقوله برضو حلو. اتفقنا؟ لأن هي الكلمة اللي على وزن فعيل تجمع على أفعلة وفعلان أو رغفان، يعني فعلان. أيوة تمام. ومن هذا الموضوع الترند في مصر إلى السعودية، حيث أنقذت العناية الإلهية عدد من الأشخاص من الدهس خلال أدائهم الصلاة أمام محل تجاري، والتقطت كاميرا المراقبة هذا الفيديو. شاهدوا معي. والآن إلى لبنان، حيث انتشر مقطع فيديو لشاب يرقص فرحا بسبب حصوله على البنزين بعد وقوفه لساعات طويلة في الطابور في ظل أزمة المحروقات اللي يعاني منها لبنان حاليا. شاهدينا المزيد من أخبار السوشيال ميديا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في يوترندينج. نكمل حلقتنا وجولة مع الأخبار السريعة والفيديوهات المنتشرة في السوشيال ميديا عالميا، ونبدأها مع فيديو من ولاية ميشيغان الأمريكية للحظات رعب عاشها راكبي إحدى الألعاب في مدينة الملاهي
حيث تحركت قاعدة اللعبة من مكانها وكادت أن تتحول لحظات المرح والتسلية إلى كارثة حقيقية لولا انتباه المارة لانزلاق القاعدة ومحاولتهم تثبيتها بأجسادهم لمنح من الانقلاب، وتم إنقاذ الركاب دون أن يصاب أي أحد بأذى. إلى لندن، وفيديو أثار كثير من الجدل وانقسام الآراء، وهو فيديو للصوص قاموا بسرقة سيارة كانت متوقفة عند مسجد، فلحق بهم صاحب السيارة واللي اتضح أنه باكستاني جنسية. هذا الرجل الباكستاني أمسك باللصوص وأعطاهم خيارين، أما أن يقوم بضربهم بنفسه أو يقومهم بضرب بعضهم البعض. هذا المقطع طبعا تم تداوله بشكل كبير بسبب خوف اللصوص من الرجل الباكستاني. Policeman, yeah. So you both come to sell the stolen car, right? So for that, I've told you before, either we're going to kick shit out of you, or you kick the shit out of each other and teach each other a lesson. So you can give him two punches and he's going to give you two back. Simple. Simple as, and then you can fuck off. Give me back, bro. Give me fucking back. We don't have to do anything here. Yeah. That's it, boys. That's it. That's it. Go on. طبعا التعليقات كانت كثيرة على هذا الفيديو، إليكم بعض تعليقات الجمهور العربي على هكذا موقف. حسين كتب في تويتر يقول: ليس بالضرورة خوفهم منا، إنما السارق ذليل وقد يقبل ما يطلب منه لإنهاء ما بدر منه لأنه يخشى من عقوبة أشد. أما محمد فكتب يقول: المفروض الباكستاني يتحقق معاه من قبل الشرطة لأنه بيدعو للعنف، التصرف الطبيعي أن يتم استدعاء الشرطة لهم. آخر تعليق من أبو مقبل كان له رأي آخر، قال فيه: التفاخر بالقوة خارج نطاق السلطة الشرعية لأي بلد لا تولد إلا ردود فعل انتقامية مماثلة من كل المجانين في تلك الدولة. لو كنت مسؤولا بريطانيا لسارعت بالقبض على هذا الشخص والسارقين. من هذا الفيديو الترند في بريطانيا إلى بنغلاديش، حيث تتجه أنظار الإعلام ومحبو الأرقام القياسية هناك لمزرعة تعيش فيها بقرة أطلق عليها اسم راني. هذه البقرة أصبحت نجمة شهيرة يزورها الآلاف، والسبب أنها أقصر بقرة في العالم بارتفاع 51 سنتيمتر فقط ووزن 28 كيلوغرام. والآن إلى خبر آخر مع نجم كرة القدم العالمي ميسي، واللي صدر الترند الأول عالميا بعد فوز الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا 2021. الأرجنتين فاز على البرازيل بنتيجة 1-0، وفور انتهاء المباراة توجه لاعب منتخب الأرجنتين سريعا نحو قائد المنتخب ميسي، رغم أنه لم يسجل هدف التتويج الثمين ولم يكن وراء التمريرة الحاسمة، لكن اللاعبين توجهوا إليه للتعبير عن فرحتهم باللقب اللي طال انتظاره بالنسبة إلى منتخب التانجو.
رفعوا ميسي عاليا للتعبير عن فرحتهم الكبيرة بهذا الإنجاز اللي عاد الأرجنتين إلى الحصول على كوبا أمريكا بعد سنوات طويلة من الانتظار، حيث كان آخر لقب حصلوا عليه في عام 1993. فرحة جماهير التانجو كانت كبيرة أيضا، واستمرت احتفالاتهم في شوارع العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس حتى ساعات الصباح الأولى. أما في الجهة الأخرى فكانت علامات التأثر بادية على النجم البرازيلي نيمار، واللي لم يستطع إهداء منتخب السامبا اللقب، وقد حاول رفاقه دعمه معنويا لكن دموعه كشفت عن حزن العميق. ميسي ونيمار خطفوا الأضواء من جديد في نهاية اللقاء، منافسة شرسة بين شاحنات كهربائية متميزة مثل سايبر تراك من تسلا وهامر إي في من جي أم سي وبرق من فورد. وطرحت رام فيديو عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب كشفت خلاله عن حزمها طرح أول نسخة كهربائية من شاحنتها 1500 في عام 2024، وستطرح هذه الشاحنة ضمن فئة بيكاب النقل المتوسط. وتم الكشف عن تصميم تصوري لهذه الشاحنة ظهر ضمن الفيديو الترويجي. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من يوترندك. شكرا للمتابعة.